مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبة، وهذه الحلقة الجديدة المتجددة دائما من برنامج نقطة على السطر. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، فحياكم الله أحبة المشاهدين والمتابعين أينما تكونوا في ربوع وطننا الحبيب. التاسع من كانون الثاني هو 98 عاما من العطاء والفداء لأبطال جهاز الشرطة العراقية الذين كانوا وما زالوا يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة العراق وشعبه، وها نحن اليوم نحتفل بعيدهم الأغر وهم يسطرون أروع صور الملاحم في ساحات القتال. فلا يعد عمل الشرطي يقتصر اليوم على تقديم الخدمات للمواطنين، بل أصبح يحمل سلاحه ضد العصابات الإرهابية وسط جبهات القتال. فرجال الشرطة هم الأمن والأمان، هم حماة الأرض وفرسان الأوطان، هم العين الساهرة التي لا تنام، فمن غيرهم يحفظ الأمن والسلام ويمنع الفوضى والإجرام؟ فلولاهم لساد بين الناس الظلم والظلام، فهم يؤدون واجبهم بكل أمانة، وضميرهم المستيقظ هو وحده من يصون هذا البلد ويحميه من كيد الأعداء. فألف ألف مبارك عليكم عيدكم أيها الشجعان من رجال الشرطة العراقية، ونسأل الباري عز وجل أن يبارك جهودكم ويرحم شهداء العراق، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، حلقتنا لهذا اليوم مخصصة عن 9 كانون الثاني عيد الشرطة العراقية، ويسعدنا بأن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد قائد شرطة محافظة صلاح الدين. فحياك الله سيادة اللواء، وأنت اليوم في ضيافة قناة صلاح الدين الفضائية وبرنامج نقطة على السطر. حيا الله قناتكم الكريمة. تحياتنا لك سيادة اللواء. يعني بداية نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 9 كانون الثاني عيد الشرطة العراقي، ونسأل الباري عز وجل أن يعيد عليكم وعلينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني اليوم بين رجال الشرطة أو بين الشرطة العراقي وتسعة كانون الثاني أكثر من قصة حب، أكثر من قصة انتماء وفداء وتضحية، فماذا يقول اللواء قنديل خليل بخصوص هذه المناسبة؟ تفضل. نهنئ أنفسنا والشعب العراقي وأبناء محافظة صلاح الدين وانتسبي وزارة الداخلية بهذه المناسبة، كما نهنئ أبناء الجيش العراقي والجيش العراقي الباسل بمناسبة أيضا العيد الذي مر عليهم قبل أيام ومر على الشعب العراقي. ماذا تقول كلمة للشهداء والجرحى من قواتنا الأمنية والعراقية بشكل عام سيادة اللواء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأجر للجرحى وأن يشافي ما تبقى من جراحهم. وحقيقة أنه الشهداء لا يخفى أنه الكرسي الآن الذي نجلس عليه والكرامة التي نتمتع بها والحياة الطبيعية هي نتيجة دماءهم ونتيجة تضحياتهم، تضحيات الشهداء والجرحى. لا تقدر بثمن. نعم. أكيد سيادة اللواء. ومدانين الجميع لهم. كلام جميل. سيادة اللواء، ماذا أعددتم اليوم من خطط لتمجيد تاريخ العراق على صعيد عملكم كأفراد في الشرطة العراقية، قبل ما ننتقل إلى خصوصيات الوضع الأمني اللي هو من ضمن قاطع مسؤوليتكم؟ تفضل سيادة اللواء. يعني هو برنامج عادة برنامج استذكار عيد الشرطة العراقية، هو نستذكره من خلال زيارة عوائل الشهداء ومن خلال اللقاء بالمواطنين والتواصل مع المواطنين وإدائنا لواجباتنا بصورة صحيحة، وهناك أيضا استعراض من خلال كل أقسام الشرطة متمثلة بالاستعراض العسكري، بالإضافة إلى ذلك الاستعراض القسم النجدة وكافة أقسام الشرطة في الشارع، ويعني أكاليل الزهور والاحتفال مع الشعب مع أبناء المحافظة بهذا المناسبة. شيد سيادة اللواء هذه اللحمة اليوم بين القوات الأمنية وبين المواطن في ظل الوضع الراهن الذي يمر به بلدنا الحبيب، تدل على استراتيجية عمل وزارة الداخلية بالمرحلة الحالية، وهي فرض هيبة القانون والتأكيد على احترام المواطن والعمل برؤى جديدة واستراتيجية تختلف عما كانت عليه
قبل عام 2014 تلافي السلبيات والعمل، وأن تكون الشرطة واجبها الأساسي هو حماية المواطن وكرامته، وأن تكون جزء من هذا الشعب جيد وجزء من المواطنة. طيب سيادة اللواء، أنت اليوم قائد شرطة محافظة صلاح الدين، هذه المؤسسة الحيوية، هذه المؤسسة الأمنية اللي قاعد تخدم المواطن والمحافظة والعراق بشكل عام، كيف تستقرأ الوضع الأمني لمحافظة صلاح الدين اليوم، وتحديدا في الوقت الراهن اللي ديمور ببلدنا الحبيب من صعاب وتحديات؟ يعني نستقرئها كما يقال يعني بحقيقة نظرة تفاؤل. جيد. على مستوى يعني احنا تعلم يعني مرينا مرحلة 2014 كانت فكرة الإرهاب إلها دعم، إلها مسوغات. ربما الآن الإرهاب صفحة انطوت، بدليل احنا على مستوى محافظة. جيد. كان على مستوى قضاء بال 2014 يجوز إلى تنظيم داعش ينضم بالشهر 12 إلى 15 كل شهر من كل قضايا من خلال وسائل الترغيب أو وسائل الترهيب أو استغلال مشاعر الشباب. الآن على مستوى المحافظة بالسنة كاملة واحد ينضم وبعدين يترك العمل ويرجع إلى الصف، فهذا معناها منبع الإرهاب نضب، ما بقى من الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هم اللي يسكنون المناطق النائية والمناطق الجبلية، أصبحوا ما بين المطرقة والسندان، بين مطاردة الأجهزة الأمنية وما بين القضاء والقانون، فما لهم إلا العبث ومحاولة إعادة نشاطهم أو محاولة الانتقام أو الفرار من ملاجئهم من خلال تنفيذ عمليات حسب ما استراتيجيتهم اللي هي التدمير والقتل. لكن القوات الأمنية مستمرة بالفعاليات وكل فترة يتم القضاء وقتل عدد كبير من عندهم. لو ردنا نسوي نسبة يعني بين 2014 وبعد 2014 على صعيد محافظة صلاح الدين، إيش قد اليوم عندي نسبة بالمئة فرق ما بين هذه الفترة سيادة اللواء؟ الفرق كبير، يعني احنا يعني خلنا نقول يصل إلى فوق 80%. زين. وطبعا هاي عدة عوامل تعتمد. شنو اللي خلاه يوصل إلى 80%؟ شنو هذه العوامل سيادة اللواء؟ العوامل عديدة، منها أولا العالم الآن العراقيين أصبح عندهم وأبناء المحافظة عندهم وعي. أولا هذا الكأس، جيد، كأس الإرهاب تجرعه العالم وضاقوا مرارته وما كسبوا منه إلا الويلات، تدمير البنى التحتية، تدمير الإنسان، استهداف الكرامة، استهداف كل القيم الاجتماعية والدينية والمقدسات. فأدركت كل مجتمع وأبناء محافظة صلاح الدين كما هم باقي المحافظات أن داعش ليس قبطان سفينة يقود إلى الأمام بل يقود إلى التدمير. وأدرك الجميع أن العراق لا يمكن إلا أن يكون تحت مظلة واحدة، وخيمة الوطن هي اللي تجمع روح الوطنية اللي تجمعنا تكون هويتنا ونعيش تحت ظلال وطن واحد، هو هذا الطريق. كل التجارب الأخرى أثبتت فشلها وأثبتت أنه لا ينفع العراق ولا المحافظة إلا أنه تفعل الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة ويفعل القضاء ويكون هناك نظام دولة مبني على الأسس اللي تخدم المواطن. يعني أنا أفهم من كلامك سيادة اللواء، عذرا على المقاطعة، أنه اليوم المواطن صار عنده وعي وصار عنده دراية وصار عنده إدراك، واللي مر بيه ب 2014 مو شيء قليل. فاليوم يمكن أقل واجب على المواطن أنه يتعاون تعاون تام مع قواتنا الأمنية على مود يتحقق الاستقرار أكثر في محافظة صلاح الدين. فهل أنت راضي على تعاون المواطنين مع جنابكم كقوات أمنية على صعيد المحافظة اليوم؟ نعم، احنا والمواطنين احنا والمواطنين أصبحنا حالة واحدة. جيد. المواطن درع يعني للأجهزة الأمنية، وكذلك الأجهزة الأمنية هي تأمن المواطن. والتجارب كبيرة، أنت تعلم تجربة 2000 اللي حصلت في تكريت والشهداء اللي سقطوا في المدينة وهم يدافعون الأجهزة الأمنية، ناهيك أنه عندما تعرضت المدينة إلى قصف بالمدفعية بالصواريخ المدينة التكريت، الأجهزة الأمنية اندفعت للأمام إلى خطوط الصد. وعندما أقول الأجهزة الأمنية أقصد به الجيش والشرطة والحشد والمخابرات والأمن الوطني، كل الأجهزة بمختلف تشكيلات وصنوف والاستخبارات، منظومة أمنية متكاملة تعمل، وكذلك الشرطة تعمل بأمرة حسب أمرة
جيد. قيادة العمليات المشتركة المرتبطة بالقيادة العامة القوات المسلحة وكذلك وزارة الدفاع وزارة الداخلية. سيادة اللواء كل عمل ناجح اليوم يعني يواجه بعض الصعاب، يواجه بعض المعوقات، ولا يخلو العمل الناجح من هذه التحديات. فأكو صعاب، أكو تحديات، أكو معوقات يعني موجودة أمام عملكم اليوم على صعيد المحافظة، وكيف تستطيعون التغلب عليها من أجل خدمة المواطن بشكل أوسع؟ هناك عدة معاضل على الجانب الإداري، لكن الحمد لله تم تجاوزها. احنا طيب. كما تعلم كان هناك عدد كبير من أبناء المحافظة تم فصلهم بجهود كبيرة من المحافظة جيد. وكذلك مجلس النواب وجهود من الحكومة، حتى واحد يعني إعادة المفصلين هو إنجاز لوزارة الداخلية وإنجاز للحكومة. الضباط المجتثين اللي من 2000 يعني من 2014 ما حصل لهم شيء، يعني وزارة الداخلية متمثلة بالسيد الوزير والسيد يعني كل الوكيل وكيل الوزارة شؤون الشرطة وكيل الأقدام والقائد العام للقوات المسلحة جيد، بالإضافة لجهود من قبل المحافظة بالتنسيق تم إصدار أوامر وزارية، وأذولا أصبحوا ضمن حقوقهم يعني بقدر ما هم ضحوا. مقاعدنا عدد قليل 15 تقريبا من مجموع 147 الآن في طور الإجراءات، عادونا 3400 مفصول، وهذا أيضا إنجاز كبير في هذا على مستوى الجانب الإداري. على مستوى الجانب التقني والفني نعم، الآن أصبحت التكنولوجيا تدخل يعني في مجال الأمن والدفاع. قبل العدو يصل إلى النقطة المعدات المتطورة أيضا، نعم، الأجهزة المتطورة، المعدات المتطورة نعم. هذه حقيقة الآن كاميرات مراقبة، طائرات مسيرة إحنا نمتلك على مستوى قيادة الشرطة الآن على 4 كيلوات أرصد العدو مالي، لكن تحصل خروقات أحيانا ما بين مكان بسبب الإهمال. أنا راح أجي على الخروقات الأمنية بسبب الإهمال. إهمال من من؟ إهمال أحيانا من الأجهزة الأمنية، إهمال أو الغفلة. يعني عندما تعلم ويعني العدو يتواجد بمنطقة نائية يجوز بالجبال، مستغلين سلاسل الجبال أو في منطقة جزيرة، الظروف المناخية ومساحات كبيرة صلاح الدين. طيب. يعني كما على سبيل المثال جزيرة تكريت تمتد من جنوب الحضار إلى الثرثار، هذه مسافة 200 كيلو متر طول. طيب. والعرض 150 باتجاه الأنبار، مسافات شاسعة. احنا هاي نغطيها، ما يمكن قطاعات تغطي هاي كل المساحات، معناها اذا تريد تغطيها بقطاعات أمنية معناها كل المحافظة تحولها الى شرطة هي مواطنينها حتى تضمن كل البقاء. لكن احنا من خلال الفعاليات المستمرة المناورة بالتنسيق قيادة عمليات صلاح الدين نعمل بأمرته، وقيادة عمليات سامراء أيضا عندنا قطاعات مشتركة. طيب. مع قيادة عمليات سامراء ومع المقر المتقدم للعمليات المشتركة أيضا عندنا قطاعات، فعن طريق التنسيق والفعاليات نستطيع من التغطية على ساحة العمليات. طيب. كيف تقيم اليوم الوضع الميداني في عملياتكم الاستباقية ضمن قاطع المسؤولية ضد المجاميع الإرهابية؟ وهل نستطيع أن نقول سيادة اللواء بأن خطر داعش قد زال نهائيا ولم يعد يعني يشكل أي خطر بالنسبة لمحافظة صلاح الدين أو المناطق المحيطة بهذه المحافظة؟ فكيف تقيم اليوم هذا الوضع؟ يعني أنا قلت لك خلنا نعتبر الخطر يعني إحنا نسبة 85% إيجابية، تبقى 15% هاي تعتمد يعني وجود خلايا في عمق الجزيرة. تأثر لي هاي 15% سيادة اللواء؟ يعني هو تعتمد، هذه طبعا ما راح تمثل خطر من خلال نشاط الأجهزة الأمنية، من خلال الفعاليات المستمرة. طيب. من خلال هاي أصبحت عندنا يعني أصبحت عندنا قاعدة من البنى التحتية يعني متكاملة، من خلال هاي كما أشرنا يعني سلفا بالحديث يعني على برامج أصبحت عندنا عجلات حديثة قتالية حديثة قادرة عن الجو الجزر والصحراء، أصبحت عندنا منظومة حديثة هاي عجلات حديثة تم تجهيزها من قبل المحافظة، يعني هذا أيضا دعم لوجستي من قبل المحافظة، كذلك برنامج الكاميرات أيضا تم دعمنا من قبل المحافظة، وبالإضافة إلى الدعم اللوجستي لوزارة الداخلية الأجهزة برامج نعم. متقدمة هناك. طيب. وتدريب وتزويد من خلال البرنامج تتبناه وزارة الداخلية مع العمليات المشتركة لتدريب قطاعاتنا وتجهيز معدات حديثة، أصبحت هناك قدرة
وقدرة عسكرية متكاملة لمواجهة التهديدات. هاي المعدات والأجهزة الحديثة اللي قاعد تتكلم عليها جنابك الكريم سيادة اللواء، هذه شو وقت دخلت؟ يعني دخلت بعد عملكم خلال هالسنة بدأ هاي البرنامج بعد 2014 بعد 2014، إيش قد أنطت من نتائج إيجابية، إيش قد بالمية حققت لكم من أهداف المرسومة ضد المجاميع الإرهابية؟ أنا كنت في الميدان قبل 2014 وبعد 2014. أنا أعتبرها بالنسبة لهاي برامج البنى التحتية والتقنية وأسهمت بنسبة يعني 70%. 70%. نعم. راضين على هذه النسبة سيادة اللواء؟ نعم طبعا. وأي تطوير هو راح يقدم، إحنا أصبحنا العدو نكشفه. يعني من يجينا يقترب من أجل تحقيق أهدافه إحنا نصب له كمين من خلال هاي برامج البنى التحتية. أصبحت نكشف، نحدد الجريمة داخل المدينة، وعدة جرائم انكشفت داخل المدينة بفعل كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدينة. حتى قاعد نشوف اليوم الكاميرات الحرارية موجودة اللي نصبت قبل فترة ليست بالبعيدة. أيضا أكيد هذه أكسد بصورة إيجابية على الوضع الأمني داخل مدينة تكريت وداخل محافظة صلاح الدين، ونشوف حتى بمداخل ومخارج المحافظة أكو كاميرات حرارية سيادة اللواء. أي نعم. جي سيادة اللواء، ما هي المناطق الرخوة اللي تغلقكم اليوم على صعيد محافظة صلاح الدين، وهل أن الجهد الاستخباري يوفر لكم مرونة في تحركاتكم ضد المجاميع الإرهابية؟ هو على العموم يعني المناطق عادة تمثل هي الحدود الفاصلة. يعني الحدود الفاصلة مثل ما بين وبين محافظة الأنبار، حدود الفاصلة ما بين صلاح الدين وكركوك، المناطق الجبلية أيضا تمثل يعني مناطق ربما تواجد بها بين مكحول وسلسلة جبال حمرين، مكحول علاسة سلسلة جبال حمرين، كذلك الجزر والأنهار، المناطق الجزيرة مناطق واسعة ومساحات واسعة ممكن أن يستغلها العدو من خلال حفر الخنادق في باطن الأرض. يعني هذه تمثل يعني خلنا نعتبرها مناطق تهديد. لكن العمليات العسكرية بالتنسيق مع قيادة العمليات والعمليات الواسعة تحد من تأثير هذه من هذه المخاطر، وهناك إنجازات كبيرة يعني هناك إنجازات كبيرة على يعني مستوى العمليات المشتركة. مثلا تم إبطال 602 عبر خلال هذا العام أحكي لك. طيب. وتم تدمير 44 مضافة وقتل 38 إرهابي وتدمير 25 حزام ناسف وتدمير 9 أنفاق والعثور على 12 كديس وإبطال عجلة مفخخة عدد هذه سنة. فقط ل 2019 خلال هذه السنة. نعم. زين. عدد المحكومين يمكن من عندكم بالإعدام يمكن 100 محكوم. نعم عندنا 100 إعدام وعندنا مؤبد 176 والحكم 15 سنة، عندنا 193. طيب. أحكام مختلفة عندنا 147، المجموع 616. جيد. هذا نتيجة الجهود الكبيرة. طيب. للجهات التحقيقية متمثلة، وهذه نقطة إيجابية مديرية الاستخبارات ومديرية الجرائم والجهات التحقيقية مراكز الشرطة. سيادة اللواء، يعني المواطن دائما يسأل، يعني رغم وجود هذه الأعداد الكبيرة اليوم من القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها المنتشرة في محافظة صلاح الدين وفي الحدود الفاصلة على محافظة صلاح الدين، يسأل ليش تصير هذه الخروقات الأمنية بين فترة وأخرى مع وجود هذا الانتشار الأمني الكثيف مثل ما قلت الجناب الكريم داخل وخارج محافظة صلاح الدين، فليش دائما تصير هذه الخروقات الأمنية سيادة اللواء؟ يعني السبب الرئيسي وراء هذه الخروقات يسأل المواطن اليوم. يعني حجم القطاعات لا يتلائم مع حجم زين ما طالبتوا بزيادة؟ يعني جهود مستمرة الوزارة لكن يعني ما قصرت، يعني عادتنا المفصولين عادت، لكن تدري أنت إمكانيات الدولة والوضع يعني يعني يتطلب أن تكون هناك تحديدات، لكن إن شاء الله كما قلت لك التقدم التقني والمهني والتكنولوجيا أيضا أسهم في التغطية على هذه المعاضل. جي سيادة اللواء، يعني أيضا تعدد مراكز القرار الأمني في صلاح الدين، هل يصب اليوم في مصلحة الاستقرار في مدينة تكرير وفي محافظة صلاح الدين، وأين وصلتم بتوحيد القرار الأمني وتوحيد القيادات العسكرية تحت قيادة مركزية واحدة على صعيد المحافظة؟ يعني هو هذا احنا بالنسبة لنا كقيادة شرطة
يعني احنا نعمل بامره قيادات العمليات، وهناك زي. تنسيق امورنا مع قياده العمليات، يعني ما نعتبره معضله بالنسبه لنا. يعني وهذا يعني يبرز من خلال يعني قيادات اعلى مستوى من عندنا هم يحددون هاي الامور. زين. اي أيوه، وكل مرحله لها، كل طبيعه مرحله لها لها سياق عمل معين. طيب. الان اكو تهديدات ارهابيه، اكو يعني ظروف خارجيه مو مثل ما يستقر، من يستقر البلد وتحول هاي القطاعات، يجوز كثير من القطاعات الان اللي هي متمثله بافاق طوارئ مستقبلا تتحول الى مراكز شرطه عندما تهدأ الامور، وعندما وبعدين بالمراحل من يستقر البلد ان شاء الله ونعبر هاي المعاضل، الجيش تكون واجبه على الحدود. فالان الظروف ما تسمح، نحتاج احنا الى قطعات خلنا نقول خشنا مثل ما يقولون الجيش العراقي، نحتاج دائما يكون بظهرنا، يعني نحتاج إلى القطاعات. يعني الوقت الحالي تطلب المرحلة العالية، لكن مستقبلا إن شاء الله هاي خطط استراتيجية تنظر بها قيادات قيادة العمليات المشتركة، وزارة الداخلية وزارة الدفاع هي أو القيادة العامة القوات المسلحة هي أكثر رؤية لهاي الأمور واستراتيجية العمل. كلام جميل سيادة اللواء. أنا أريد أستغل وجودك معنا اليوم، وهناك الكثير من المحاور والأسئلة سوف أطرحها على جنابك الكريم، ولكن نذهب بفاصل قصير ثم نعود لتكملة محاور هذه الحلقة. إذا أحبتي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة من برنامج نقطة على السطر. فقط حياكم الله جديد مشاهدينا الكرام، والمحور الثاني من هذه الحلقة وضيف حلقتنا لهذا اليوم اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد قائد شرطة محافظة صلاح الدين، فحياك الله من جديد سيادة اللواء. كيف تتعاملون اليوم سيادة اللواء مع الحالات الطارئة من خلال تبليغ المواطن على بعض الحالات السلبية أو بعض الحالات المشبوه بها على صعيد محافظة صلاح الدين، وكم تستغرقون من فترة في تلبية هذه المناشدة؟ هو المواطن أصبح يعني حقيقة أصبح حالة واحدة مع القوات الأمنية. مع القوات الأمنية. إحنا حتى عدة جرائم بتكريت، منها جرائم الصرفات، إصابة على الصرفات. طيب. نتيجة وهذا الإصابة يعني نفذت عمليات كبيرة في مدينة الموصل وفي كركوك بغداد وفي الكويت. يعني هل تم تشخيصهم سيادة اللواء؟ تم تشخيصها نتيجة تعامل المواطن ونتيجة الكاميرات الحديثة. تم إلقاء القبض عليهم في مدينة أربيل. بالتنسيق أيضا هذول كانوا ينفذون الجريمة ويروحون يبدلون عجلات حديثة جيد. شقد استغرقت هذه الفترة بإلقاء القبض عليهم؟ خلال يومين إلى ثلاثة تم إلقاء القبض عليه. الجنات. طيب هذه شيء دل اليوم سيادة اللواء بإلقاء القبض على الجنات بهذه السرعة العالية أيضا بفضل تعاون المواطن معكم؟ طبعا المواطن بالدرجة الأولى. المواطن هو خلينا نعطيه نسبة يعني أكثر من 50%. جيد. هذا المواطن حالة إيجابية. الآن المواطن الآن يضع نفسه درع أمام الأجهزة الأمنية. المواطن يعني هو حقيقة الأجهزة الأمنية وسياق العمل، أنت تستطيع أن تخلق من المواطن صديق لك، يعني من خلال أن تعمل وفق السياق الصحيح، ترى كرامة المواطن، الدفاع عن المواطن، عملك المهني الصحيح، العمل العدل، العمل اللي يشعر المواطن أنك حارس أمين وتؤدي واجبك بصورة صحيحة على هذا المواطن، هو وهذا إنجاز كبير. جيد. راح يكون ردود الفعل إيجابية. كلام جميل سيادة اللواء. عندنا أم طيبيجة وعندنا حقول علاس وسلسلة جبان مكحول تجري بها الآن عمليات عسكرية وعلى نطاق واسع لمطاردة فلول داعش الإرهابي. أين وصلت عمليات تحرير وتطهير تلك المناطق، سيما أن هذه العمليات هي تدخل من ضمن عمليات إرادة النصر، ومتى نستطيع أن نقول أن هذه الأماكن قد أصبحت خالية تماما من الخلايا الإرهابية؟
يعني بالنسبة لموضوع أم طيبيجة، أم طيبيجة إحنا يعني خل أقول لك، يعني أم طيبيجة نشعر باسمها من قبل 2014، بس الآن اختلفت أم طيبيجة. أم طيبيجة الآن بها أفواج من الجيش العراقي وكذلك من الشرطة الاتحادية، وهناك تلاحق من قبل أيضا أفواج معينة من الشرطة المحلية على المنطقة، لم تعد تشكل خطر كبير على هاي المناطق. لكن هي عمليات مستمرة، العمليات الآن تباشر قادة العمليات المشتركة بكل قطاعاتها متمثلة بقيادة العمليات وقيادة الشرطة بعملية إرادة النصر رقم 8 اللي ابتدت بالنسبة قاطع عملياتنا من جنوب الحضر باتجاه جزيرة تكريت. ليلة أمس تم العثور على مضافات وتم قتل انتحاري، مستمرة العمليات. كذلك هناك عمليات في منطقة سليمان بيق والطوز وآمرلي، أيضا مستمرة العمليات وعمليات في مطيبيجة أيضا. كم ستستمر فترة هذه العمليات سيادة اللواء؟ في أيضا يعني حقول علاس، سلسلة جبال مكحول، ومثل ما نعرف أنه هذه الأماكن فيها خلايا إرهابية يعني نائمة، فش قد راح تستغرق لي فترة هذه العمليات، وش وقت نقدر نقول أنه هذه الأماكن أصبحت مطهرة تماما من فلول داعش؟ أكو فقط يعني وقت معين، فترة معينة خليتها سيادة اللواء؟ أكيد بالتنسيق مع الجهات المعنية. مستمر العمليات والفعاليات، مستمر عمليات مستمرة لمطاردة تنظيمات داعش الإرهابية. مفتوح الوقت. نعم. سيادة اللواء، تمام. أين وصلتم بموضوع إعادة النازحين ومنهم في سيد غريب ومحطة بلد ويثرب، خصوصا أنه اليوم محافظة صلاح الدين تعيش حالة من الوئام والمحبة وتعزيز أواصر السلم الأهلي والمجتمعي، فأين أنتم من موضوع النازحين يا سيادة اللواء؟ يعني كقوات أمنية، قوات أمنية أكيد احنا عادة نشتغل باستراتيجية مستمرة. جيد. الآن ضمن برنامج عادة المفصولين، الآن تم تشكيل فوج طوارئ إلى مدينة يثرب اللي هي المنطقة اللي قسم من أهلها ما عايدين. شنو السبب سيادة اللواء؟ احنا من أهل هناك فوج طوارئ راح يحمل حدود، هي هاي تعتبر من المناطق الهشة، راح يأمن المواطن على نفسه، راح يعيش حياة كريمة. جيد. من يضمن أمنه وراح يكون عنصر إيجابي ومتعاون وراح يضمن استقراره، فإحنا هذه استراتيجية عملنا كوزارة الداخلية وكقيادة شرطة على هذا المستوى. هناك تنسيق مع المحافظة. جيد. ومع الحكومات ومع قيادة العمليات لغرض المباشرة نقدر نقول راح يعيدون بشكل كامل خلال يعني هذه الفترة أو العام الجديد اللي إحنا به حاليا، وإن شاء الله هو العمل مستمر لحد هذه اللحظة. نعم. جيد. سيادة اللواء، بعد تحرير العراق من براثن داعش الإرهابي عسكريا، سيما أن يعني قبل أيام مرت الذكرى الثانية وهي ذكرى النصر العظيم على داعش الإجرامي، وأيضا الذكرى الخامسة على ملحمة ذات السواتر في قضاء ضلوعية بمحافظة صلاح الدين، فسؤالي شلون نقدر نحافظ على مكتسبات هذا النصر على مود ما نعود إلى المربع الأول اللي شفناه ب 2014 يا سيادة اللواء؟ يعني هو العودة من خلال أن تكون هناك قوات أمنية محترفة ومدربة وتعمل بصورة مستمرة من أجل تحقيق الأمن. وهذا أيضا جزء منه المواطن، يعني أيضا المواطن يتحمل الجزء الأكبر طبعا في هذا الموضوع. نعم. طيب. تدري إحنا هم نلاقي معاضل بالعمل يعني أحيانا من المواطن نفسه، ومن هو هنا مشكلة يعني قيادات الشرطة والمعاضل، يعني أنت تجي إلى كل الناس، كل من يريد يتقوقع داخل مدينته. يعني الشرطي صاير كل من يريد يعيش بداخل مدينته، داخل مدينته وقريب على بيته وعلى، وهذا ما يخدم الأجهزة الأمنية. المفروض احنا هسه ايش نعمل لنتجاوز هاي الموضوع، من ندز فوج طوارئ المنطقة مثل في أقصى المحافظة، لازم نخبط بينهم كل، نجيب من آمر، نجيب من سليمان بيق، نجيب من الشرقاط، نجيب من سامرة، بحيث يصير هذا خليط وبالتالي تصير مؤسسة صحيحة. فاحنا من استراتيجيتنا هو العمل الغير مناطقي حتى نضمن زين. أنه نخلق مؤسسات محترفة قادرة على إداء واجبها وقادرة على
إداء نبتعد شوي عن المحسوبية والمنسوبية. نعم يعني هذا مهم جدا يعني يعتبر. بس إن شاء الله إحنا هذا برنامج عملنا. قطاعات الجيش أيضا قائمة بواجبها بصورة صحيحة. جيد. وإحنا استراتيجية العمل معنا الآن المرحلة يعني على تدريجي. أقسام الشرطة تكون بالداخل. يعني هذه بدنا نعمل عليها متمثلة مراكز الشرطة وكل الأقسام المرتبطة بها. المحيط الخارجي لأفواج الطوارئ اللي هو يتمثل أيضا موارد الداخل موارد وزارة الداخلية. طيب. يعني الشرطة الاتحادية زائدا قطاعات الجيش تكون بالمناطق اللي هي مناطق اللي المحيطة المحيطة والنائية. هاي استراتيجية العمل. هذه شو وقت راح تطبق هذه؟ يعني هي تدريجيا تتطبق. يعني قاعد تعملون عليها حاليا؟ تعمل عليها بس تدريجيا. تدريجيا. نعم. كلام جميل. بعد ما قضينا على داعش الإرهابي عسكريا سيادة اللواء، اليوم أيضا حري بنا بأنه نقضي على هذا التنظيم فكريا سيادة اللواء، يعني ربما أنه هذه المعركة هي الأصعب والمسؤولية الأكبر. فما هو دوركم كقيادة الشرطة صلاح الدين بخصوص هذا الموضوع؟ يعني أفتح كدورات تطويرية أوعي المواطن بخطورة هذا الفكر المتطرف، فأين دوركم من هذا الموضوع سيادة اللواء؟ هو هذا حقيقة دور يعني هو دور الكل، الأجهزة الأمنية زائدا المحافظة زائدا الناس. زين. الإرهاب ينخلق من خلال الضغط. الضغط الآن الإجراءات اللي تتخذها المحافظة واللي هي مدعومة مثلا هذول عوائل ما يسمى بعوائل تنظيم داعش، هذا المطلوب وفق المادة 4 إرهاب، هذا يخضع للقانون أكيد. المفروض إحنا هذول الباقيين يدخلون دورات تأهيلية حتى يتكيف لي المرحلة القادمة معايشة المجتمع والتكيف في المجتمع حتى تنغسل هاي الأفكار لإعادة النازحين. هذا برنامج أيضا نعتبره برنامج مهم لمكافحة الإرهاب. لأن أنا ما يعني خارج بيتي جي. قابل أنه يدخل علي ومهجر بخيمة بظروف البرد القاسية وهاي المعاناة. نعم. قابل هذا الموضوع إلى الخرق من قبل التنظيمات الإرهابية. فهذا موضوع أيضا مهم جدا، والآن المحافظة والأجهزة الأمنية قيادة العمليات نعمل على هذا الموضوع. إحنا يعني موضوع فكرة الإرهاب الآن يعني خل أقول لك في محافظة صلاح الدين يعني ننطي جزم أن صفحة انطوت، لأنه إحنا عندنا خطوط بيانية وعندنا بيانات وعندنا جريدة الآن ما تبين لنا أي انضمام أجيال جديدة لتنظيم داعش. فقط الأجيال اللي خضعت انساقت ويا المرحلة في عام 2014 الآن. أي جديد أجيال جديدة لتنظيم داعش مدى تنظم. فهو هذا النجاح الحقيقي. يعني سيادة اللواء هناك من رافض لإيواء عوائل داعش في محافظة صلاح الدين ومنها في مدينة تكريت، وهناك من مؤيد لهذه الفكرة. فمع من أنت يا سيادة اللواء في هذا الموضوع؟ احنا بالنسبة لنا كقوات أمنية ومع القانون، القانون يقول القانون. هذا مطلوب وفق المادة 4 إرهاب مصدر مذكرة قبض وفق القانون يخضع للتحقيقات. زين. التحقيقات اللي تمثل القضاء خضع للإدانة يدان، ما ميدان هذا يعتبر ما له علاقة بالموضوع. احنا نتعامل وفق هذا الموضوع وفق القانون. زين، ليش بنسوي مراكز إصلاحية سيادة اللواء في محافظة صلاح الدين وأعيد تأهيل يعني هؤلاء العوائل من جدة وجديد، أغسل أفكارهم وأزجهم من جديد في عجلة البناء على صعيد محافظة صلاح الدين؟ عندنا هيك إمكانية اليوم يا سيادة اللواء؟ والله هناك يعني هاي الرأى مطروحة ويا المحافظة يعني إن شاء الله راح تكون ضمن الخطط المستقبلية للمحافظة. بإنشاء مراكز الإصلاح يعني على صعيد المحافظة. بطريقة أخرى هم احتواءهم من قبل المجتمع. أها. نعم. طيب. خلي أيضا أنتقل إلى موضوع آخر وهو يعني موضوع إلى بداية ولحد الآن ما إلى نهاية سيادة اللواء. موضوع الخمسمية اللي قدموا على التعيينات بصفة الشرطي على قيادة شرطة محافظة صلاح الدين. أين وصل هذا الموضوع بالتحديد يا سيادة اللواء؟ وكان لكم لقاءات مستمرة مع معالي وزير الداخلية ياسين الياسري، أستاذ ياسين الياسري، فأين وصلتم بهذا الموضوع، موضوع الخمسمية؟
يعني احنا مستمرين بالاجراءات بهذا الموضوع. يعني كان لقاء لنا مع اللواء ياسين مدير الموارد البشريه بناء على توجيهات السيد معالي وزير الداخليه. ونعمل احنا عندنا يعني عندنا درجات وظيفيه تم تخصيصها وتخصيص مالي لها، لكن ما التحقوا والمخصصين لها. نحن ان تكون يعني تنسيقنا وخطانا مع الاخوه في مجلس النواب ان يكون هناك جهد نعم مع وزاره الماليه ووزاره الداخليه لغرض احتواء هذه هسه الفترة السابقة سيادة اللواء كنا نعرف انه اكو عجز بالميزانية والامور بتوقفها على التخصيصات المالية. اليوم الحمد لله يعني النفط صعد، اقتصاد العراق شوية تحسن، فاكو فترة لعودة هؤلاء ال500 يا سيادة اللواء. احنا بدنا نبذل جهد ان شاء الله. جد يطول سيادة اللواء هذا الجهد. ما اقدر اعطيك كلام، لكن جهد اداري وتنسيق كبير ان شاء الله. جيد، كلام جميل سيادة اللواء. بنفس الوقت يعني هل أنتم راضون على مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية على صعيد محافظة صلاح الدين وعلى صعيد الحكومة المركزية في بغداد في الوقت الراهن؟ لو تعانون من هذه المشكلة؟ لا، ما عندنا أي مشكلة. إحنا زين، إحنا يعني المؤسسة الأمنية فريق عمل مشترك. زين، ما عندنا يعني تحديدات. نعمل يعني الشرطة والجيش يعملون. يأتي مثل زيارة السيد رئيس أركان الجيش يحضر الجميع، يأتي السيد وزير الداخلية يحضر جميع المؤسسات. ليس هناك معضلة. نعم. جيد. سيادة اللواء أيضا يعني موضوع آخر يشغل بال المواطن في محافظة صلاح الدين هو موضوع المخدرات، هذه الآفة الخطيرة اللي أصبحت تنخر بجسد المجتمع. والحمد لله يعني نستطيع أن نقول أنه محافظة صلاح الدين اليوم خالية تماما من هذه الظاهرة السلبية مقارنة مع المحافظات الأخرى. فما هو تعليقك سيادة اللواء على هذا الكلام؟ يعني وإحنا خلال عام 2019 عدد القبض عليهم 122 وعدد اللي حكمناهم هم 41. 122. نعم. زين، دولة من داخل المحافظة، من خارج المحافظة، من داخل المحافظة. منو كان يعني اللي حركهم في إجراء هذا الجانب سيادة اللواء؟ أكيد يعني هي عوامل كثيرة، أيادي خفية، عوامل كثيرة. يعني هي عوامل من ضمنها البطالة جزء من هذا الموضوع. يعني الظرف اللي مر به البلد. دخول أجندة خارجية لتدمير البنى التحتية والبنى البشرية للبلد من خلال استهدافهم من قبل أجندة خارجية. لكن الآن مرحلة توعية إن شاء الله، ورؤى طيب إيجابية وطنية لعبر هاي المرحلة بالإضافة للرؤى الأمنية. جيد. سيادة اللواء يعني مثل ما قلت اليوم محافظة صلاح الدين تعيش أجواء هادئة ومطمئنة، وفيها يعني حلقة كبيرة من أواصر السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز أركان هذا الملف المهم. فأين دور قيادة شرطة صلاح الدين في تعزيز أواصر السلم الأهلي والمجتمعي على صعيد المحافظة؟ وعدكم لقاءات كثيرة مع شيوخ العشائر على صعيد محافظة صلاح الدين. يعني احنا عندنا تواصل ويا كل ويا الجامعات من خلال النشاطات والمؤتمرات في مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات. طيب، في كثير من المجالات، كذلك مع الوقف السني ومع أيضا الوقف الشيعي من خلال المحاضرات اللي تدعو والمؤتمرات اللي تدعو إلى محاربة التطرف وإلى اللحمة الوطنية. وكذلك هناك تنسيق كبير يعني مع المحافظة على مستوى إعادة النازحين وعلى مستوى الوقوف من أجل احتواء الجمهور. يعني تدري ما يمر بها البلد من ظروف معينة. يعني الآن هناك تنسيق مع الشارع لغرض الحفاظ على أمن المدن. وبنفس الوقت أيضا يعني إدراك التهديدات الخارجية، ومع ذلك أيضا المطالب مال المحافظة وصلت بطريقة أو أخرى من قبل المحافظة، من قبل مجلس المحافظة ومجلس النواب إلى الحكومة. جيد. سيادة اللواء، تعاونكم اليوم مع رجال الدين
كقيادة شرطة محافظة صلاح الدين، ما هو حجم هذا التعاون؟ مثل ما نعرف أنه رجال الدين لهم تأثير في المجتمع وخصوصا في محافظة صلاح الدين، فما هو حجم هذا التعاون والتنسيق بينكم وبين رجال الدين؟ هناك لقاءات مستمرة وندوات مستمرة. طيب. وهناك يعني متابعة، حتى يعني متابعة الخطب كلها إيجابية، كلها تدعي إلى اللحمة الوطنية وتدعي إلى التماسك. طيب. وتنبذ التطرف وأفكار الإرهاب الآن رؤى يعني مشتركة في المحافظة. طيب. وبدل ما تعيشه المحافظة الآن من فترة هدوء. الله يديم النعمة والأمن والأمان ليس فقط على محافظة صلاح الدين إنما جميع المحافظات العراقية. بنفس الوقت سيادة اللواء، أريد يعني هم نعرف من جنابك الكريم، اليوم يعني محافظة بغداد أو العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية شهدت يعني الخروج بتظاهرات حاشدة من أبناء الشعب العراقي المطالبة بحقوقهم المشروعة اللي كفلها لهم الدستور. فهذه اليوم التظاهرات وهذه الأوضاع اللي يمر بها البلد أثرت على محافظة صلاح الدين؟ يعني أثرت بشكل عام. نعم أكو هناك يعني رؤى، لكن تدري إحنا بالنسبة لنا يعني الأجهزة الأمنية ويا يعني إحنا برنامجنا بداية هذه الأمور إحنا واجبنا حماية مع الحقوق المشروعة. جيد. وواجبنا أعتقد يعني هو واجبنا الرئيسي، كنا قريبين من شيوخ العشائر ومع المجتمع المدني ومع أساتذة الجامعات ومع كل يعني المنظمات ومع النقابات من أجل يعني دعمهم في المطالبة بحقوقهم مع الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة في ظل هذه الظروف وفي ظل التهديدات. هذه مو مسؤولية سهلة يا سيادة اللواء. طيب اليوم شلون نقدر نطمن المواطن في محافظة صلاح الدين بأن داعش الإرهابي ليس لديه القدرة على العودة ومسك الأرض من جديد وأن هذه الصفحة السوداء انطوت وأصبحت من الماضي؟ فما هي رسالة الاطمئنان للمواطن في صلاح الدين بالتحديد؟ رسالة الاطمئنان، داعش أصبح لا يرهب العالم. قبل ما تقولون أكو يقولون أكو داعشي أو انتحاري العالم ترهب. الآن المحافظة كلها مشروع استشهاد. من يأتي يقولون أكو انتحاري، الكل تحمل البنادق وتركض باتجاه الانتحاري، كلها مشروع استشهاد لقتل الانتحاري أو عجلة مفخخة. شنو اللي دفعهم لهذا الشيء؟ فكرته هاي الإرهاب والترهيب انتهت من عقول ونفوس وأيديولوجية المحافظة، لم يعد يرهبهم. بقى هناك ثغرات من فترة أخرى أو في مكانات معينة يستغلها العدو. طيب. الآن إحنا استراتيجيتنا كقيادة الشرطة مع قيادة العمليات هو كان يعني ليلة أمس كان موجود قائد القوى البرية وأيضا قائد العمليات المشتركة في شرق المحافظة في الطوز وآمرلي، عمليات مشتركة من أجل تأمين القطع وإعادة توزيع القطعات. والأمور أيضا الآن هناك عدد كبير من أفراد الجيش لا يعودون مشمولين قرار إعادة المفصولين وكذلك في وزارة الداخلية. يعني الآن جهد كبير لسد الثغرات وإن شاء الله لتحقيق الأمن. وأهم شيء أنه نبتعد عن الشائعات اليوم اللي قاعد نسمعها بمواقع التواصل الاجتماعي في الشوارع، أيضا هذه يعني ظاهرة سلبية يجب القضاء عليها يا سيادة اللواء. ظاهرة الشائعات اللي تأثر على نسيج المجتمع. سيادة اللواء، كلمة أخيرة تحب يعني تتوجه بها في نهاية هذا اللقاء إلى أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء محافظة صلاح الدين وتحديدا في هذه الذكرى العظيمة 9 كانون الثاني إيد الشرطة العراقية؟ والله هو العراق بيت الجميع. وهو هذا البيت اللي نعتد به عبر الأجيال. يعني احنا ناشد كل أبناء العراق أن يحافظون على العراق ويحافظون على كل ما يعني الوطن. لأن إحنا يعني نختلف، بعد تختلف المراحل معينة يصير اختلاف، بس بالنهاية شوف الآن العراقيين أكو رؤية موحدة. جيد. الآن العراق يعني
اشتراقة جديدة الآن. هناك يعني العراقيين الآن بعد ما مرت بهم من مراحل الإرهاب وما مرت بهم من معاناة، طيب. الآن الجميع يؤمنون أنهم يجب أن يعيشوا تحت مظلة هذا الوطن الواحد. فإحنا قوات أمنية إن شاء الله نكون الدرع الواقي، سواء كنا شرطة أو جيش، نكون الدرع الواقي للمواطن وللمؤسسات ولدوائر الدولة إن شاء الله. والمواطن أيضا هو هذا بيته، ناشد الجميع أن يحافظون على المحافظة، لأن المحافظة تبنى بيد الجميع، ليس فقط الشرطي، المواطن والشرطي يعني والمدرس أكيد. كل طيب. وأيضا يعني نحن بدورنا كإعلام وكسلطة رابعة معكم يا سيادة اللواء، من أجل أن نجعل من محافظة صلاح الدين نموذج حقيقي يحتذى بها من باقي المحافظات العراقية، وإن شاء الله دوم الصحة والعافية والنصر يا سيادة اللواء. شكرا لكم. اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد، قائد شرطة محافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.